في امتحان شهادة الكفاءة لقيادة التاكسي الفردي، نجحوا منهم بطبيعة الحال عدد لبس به من هذه النسبة، ولكن نحب نعرف وين وصل المسار بالضبط، والقائمة نتاع الناجحين منشورة على موقع الولاية، شفناها احنا قبل وخاصة ذيك. إذا كان فما معناتها طعون من بالنسبة للناس اللي ما نجحتش في المناظرة هذيا، دونك كلها أسئلة معناتها يجاوبون عليها اليوم. كلها أسئلة نحبوا نفهموها، وخاصة هذا المسار الطويل. لا يمكن الاستجابة لطلبكم. نعاودوا كان ما ترش معنا وهبي، يعطيك الصح. المسار طويل برشا، يعني من بين فتح قبول المطالب حتى لين يتحصل المترشح. الو، عسلامة، صباح الخير. عسلامة، مرحبا مدام، يعيشك. معاك مالك الخالدي من إذاعة شمس فام في فقرة الو مدير، انت في المباشر مدام، مرحبا. مرحبا، يعيشك. نسألوا ولاية منوبة هذايا، نسألوا على الحصول على شهادة الكفاءة لقيادة التاكسي فردي بولاية منوبة. نعرف أنه تم فتح المناظرة، نحب شكون من المسؤولين يجاوبنا وين وصل مسار الحصول على رخصة التاكسي فردي، بالنسبة رخصة السياقة، نزيد نحدد رخصة سياقة التاكسي فردي في بولاية منوبة، فمش شكون من المسؤولين نجم يجاوبنا؟ والله شوف، شو نقول لك، شوف السيد كاتب عامها وتو نعطيك الديريكت نتاعو. نجم تعديونا مدام بالفيكس؟ اي لا، تو نعطيك الديريكت، هاو تو نعطيك الديريكت. 71، اي معاك مدام، اي 602. وهبي قاعد ياخذ في الرقم، هو رقم لا محاله فيكس، يعني متاح للمواطنين الكل. اي ما ديريكتكم. واحد الو الو، تسمع فيا؟ نسمع فيك مدام. 71 600 556. 600 556. باه، واضح. عايشك، يعطيك الصحة. صحة الكاتب العام. الو، عسلامة، مرحبا مدام. عسلامة، مرحبا بي. يعيشك، معاك مالك الخالدي، فقرة المدير إذاعة شمس فام، برنامج الماتينال. مرحبا بك انت على المباشر مدام في هذه الفقرة، فقط نسأل على مسار امتحان شهادة الكفاءة لقيادة التاكسي فردي، نحب نسأل على المسار هذا وين وصل بالضبط بعد النجاح للمترشحين. ينجمش السيد الكاتب العام للولاية في منوبة يجاوبنا؟ اوكي، معايا سي مالك. مالك الخالدي، شمس فام، انت على المباشر مدام، نعاود نذكرك. مرحبا بك. يا ربي يفضلك، يعيشك، يعطيك الصحة. تفضل. شكرا مدام، يفضلك. نحاول نقرا شي. احنا الموظفين كيف فرحوا بينا. شفت مش يبدا معناتها تقولش عليه ريقت فوق التليفون ولا يبدا لا بون يومور، لا ولا عاديلك ولا في اجتماع ولا. والناس الطيبين هذوما معناها من غير ما تقول لهم حتى اللي انت في المباشر راهو معناها خاطر لا واحد يقول في خاطر تبارك الله عليهم معناها طبيعه فيهم نتصور. طبيعه بالضبط، معناها كيما باش تعاملوا معاك راهو وانت ماكش في المباشر كيما في المباشر، ما فماش فرق. صحيح، يعطيهم الصح. على كل كلمه نقولوها كلمه حق نقولوها زاده معناها مش ديما. هو الارقام هذه ارقام قاره بالنسبه للاداره التونسيه، يعني ديريكت مش معناتها راهو توجه المسؤول ديريكت، وانما يهز عليك الكاتب والى الكاتب باش نجم يوجهك للمسؤول. واحنا هذاك علاش ما نتصلوش بالمسؤول على الرقم الخاص يكون عندنا راهو في اغلب الاحيان، ولكن نتصلوا على الرقم القار اللي هو رقم اداري مش رقم خاص بالسيد المسؤول، وانما متاح لجميع المواطنين، نجم يسال على اللي يحب هو. لطف عليك سيدي بقاسم. عايشك. الغنيه رفيق، شنحوالها؟ والله ما فهمتهاش شنو هو الحقيقه الغنيه هذيا، معناها اول مره. اي اول مره هذيا نسمع حاجه كيما هكا، او زاد طلع لنا وهبي شويه فمش ما نفهم. مدغتش، عرفوش شنو هو ال... لا لا، يجاوبوا معانا ان شاء الله. الطلبات كبيره في الحقيقه، احنا وعدنا زيرين واوفينا بوعدنا في التاكسي فردي في تونس الكبرى، ان شاء الله نتوجه الى ايضا حتى ولايات الاخرى. وي مدام، في مالك سامحني رجعتك على المباشر زيدا. ايوه، السيد الكاتب العام في نشاط، وتويك ما نجمش يعطي معلومه على المباشر. توا احنا بصدد الاصلاح في الـ في الـ في الورال والكتابي معناها قاموا به، وان شاء الله تكون اعلان على النتائج بعد مده. قداش مده مدام؟ نجموش فما شهر فما جمعه؟ كثره، لا كثره المشاركين، دونك معناها الاداره. قداش عددهم المشاركين؟ لحظه بركة مدام بعد اذنك، انت كاتبه مدام هكا ولا لا؟ انت كاتبه السيد الكاتب العام؟ باهي باش تكون الامور واضحه. نعطيك بالضبط
على خاطر فما اداره فرعيه هي اللي لاهي بالامور هذه. وقتاش نجموش نرجعوا هنا الغدوه للسيد الكاتب العام، والا توا مثلا نجم يوجهنا الى مسؤول اخر يعطينا المعلومه الكامله وينجم يجاوبنا على كل الاسئله المطروحه؟ باش احنا نجاوب السيد الكاتب العام على المعلومه هذه، تتصلوا به من بعد وتاخذوا الموعد معاه ويعطيكم المعلومه باش يتحصل هو زاد على المعلومه من معقول المصلحين. معقول جدا اذا ما عندوش المعلومه ينجم يستقيها بصفه دقيقه. مدام نخليو لك الرقم توا نتاع السيده المعده سليم بن قاسم، وهذا الرقم هو عنا احنا تولى اتصلنا بها عليكم، نعاودوا نتصلوا بكم باش غدوه نعاودوا ناخذوكم 9:15 بالسيد الكاتب العام الولايه والا الوالي والا اي شخص اخر مسؤول داخل الولايه يعطينا الاجابه الواضحه بطرح الاسئله ويعطينا حتى المجتازين قداش ووقتاش يمكن ينتهي هذا المسار. شكرا جزيلا، يعطيك الصحه مدام، بارك الله فيك. يعطيك الصحة. به مهنا الغدوة إذن نفهموا شنو المسألة، غدوة 9:15 في اللانفوكس نعطيكم الإجابة الكاملة وأرجو أنه السيد الكاتب العام يتفاعل معنا لأنها يعطتنا طوى اشتار إجابة لأنها كاتبة متاع الكاتب العام غير مؤهلة لتقديم يمكن تصريح، وحتى باش تقدم لها أسئلة ما تنجمش تحملها مسؤولية الإجابة. مسؤولية الإجابة.